أهم أمر يتعلق بالحلول السياسية هو حل قضية الشرق الأوسط. أصيب السوري وأصيب حلفائه بالرعب، حاولوا يحجموا حتى ببيروت. أنا تعرفت على رئيس الحريري فعلاً من 96 بعد ما عملت نائب، ولكن طلعت بشكل واضح على المرحلة اللي قبل 96 من 82 لما بدأ شغله بعد الاجتياح الإسرائيلي لبيروت، وبدأ بمسيرة إعادة الإعمار عبر أوجي وعبر مؤسسة الحريري اللي كانت عم تحاول تقيم الناس من الشوارع. يعني بدل ما يكون الشاب عم يحمل كلاشينكوف ويقف على الحاجز، كان هم رفيق الحريري انه يعمل ميليشيا من نوع مختلف، ميليشيا مع الشداد، ميليشيا من كل الطوائف بدون استثناء، ما استثنى حدا ابدا من اي طائفه، تعمل شهادات، تعمل ليسانس، تعمل دكتوراه. رفيق الحريري بخلال هالمرحله بلش يبعث ناس للخارج مشان يدرسوا بكل دول العالم، وبدون استثناء ايضا يعني من امريكا لفرنسا لبيروت. كان في كثير ناس عم يدرسوا بالجامعات اللبنانيه الخاصه أو حتى جامعة رسمية، لحتى يكون إمكانية ثقافية علمية حقيقية للشعب اللبناني يقدر ينهض بعد الحرب. يعني الفكرة مزدوجة من جهة إنه هو عم يقيم الناس من الشباب من الشارع اللي عم يتقتلوا فيه وعم يحطهم بالجامعات، ونفس الوقت هيدول هالإمكانية هيدي عم تكون طرف ثقافي علمي لبناني قادر يعمل إعادة الإعمار وقت اللي بتوقف الحرب. هي من جهبها خلال هالوقت عمل تواصل مع كتير من القوى السياسية اللي كانت فاعلة على الأرض، وكان هو مقرب جدا من الملك في المملكة العربية السعودية. هذا ساعده لأنه يعمل نوع من الواسطة بين القوى اللبنانية لتتقرب وجهات النظر، وكان يلتقي فيهم بخارج لبنان أكثر من هيك، لحديت ما برز دوره أكثر وقت اتفاق الطائف، ودور كان فاعل جدا بموضوع اتفاق الطائف اللي طلع الناس من الحرب، اللي أنهى حرب دمرت البلد. يقدر الخسائر اللبنانية بين 75 ونهاية الحرب بحوالي 125 مليار، يعني بسعر اليوم شي 400-500 مليار دولار. عندنا حوالي 120 ألف شهيد، يمكن أكثر، الأرقام مش واضحة بلبنان، عندنا مئات ألاف الجرحى. فكان هيدي خطوة كتير مهمة إنه نلاقي شخص لبناني من بيئة متواضعة بالأساس، عنده ثقافة الاهتمام بالآخر، عنده ثقافة الانفتاح على العالم، عنده ثقافة الوحدة الوطنية الحقيقية، وهيدي فكرته الأساسية هي فكرة المناصفة اللي أصر عليها، واللي كان دايما يقول نحن وقفنا العد بلبنان. فإذا بتحط كل هالأمور مع بعضها بتشوف كيف أسس رفيق الحريري لوجوده. لا أسس وجوده على المال مثل ما البعض بيعتبر انه كان يشتري الناس، وهذا مش صحيح، هذا الكلام مش صحيح ابدا. كان عم يدفع مصاري لانماء البلد، لانماء العلم بالبلد، لتطور الشباب بالبلد ومن كل الطوائف من كل المناطق، وبنفس الوقت كان عم يبني جسور بين الاطراف اللبنانية حتى قدر مهد لاتفاق الطائف. أنت أشرت لموضوع عن دور رفيق الحريري بالتقارب الفرنسي الغربي السوري في كاريكاتير مشهور جدا لبيير صادق، رئيس فرنسي شيراك عم يسلم على الرئيس حافظ الأسد، وفي بورتوكلي عليها صورة من دندلة من إيديهم عليها صورة رفيق الحريري. رفيق الحريري كان عربي منفتح، كان همه يوسع أكبر جبهة ممكنة ضد العدو الإسرائيلي، كان فعلا ضد العدو الإسرائيلي، ما بيروح بيشاركه بيعمل ترسيم حدود ليأمن مصالح مثل ما عم يعمل حزب الله ولا لأي شيء تاني ولا مشان سلطة. فبالتالي رفيق الحريري ظاهرة تاريخية، معتقد ربنا أنعم علينا بشخص مثل رفيق الحريري. إن شاء الله كل 100 سنة ينعم علينا بواحد مثله، إن شاء الله يمكن 500 سنة ما يجينا واحد مثله. طاقة رفيق الحريري على العمل، طاقته وتفانيه بدقة العمل، بأمانته، بمصداقيته، بقدرته على بناء العلاقات مع الآخر، هي اللي قربته من الديوان الملكي السعودي وقربته من كل العالم. يعني سنة 96 في ظاهرة غريبة جدا، كان كل دول العالم عم تأيد إسرائيل ما عدا فرنسا، هو بيركب بطيارته بيزور زيارة على لندن بتغير الحكومة الإنجليزية.
نظرتها الى الواقع، كان عنده قدره اقناع هائله لدرجه كان في سفيره بلجيكيه بلبنان كانت صديقه، لان انا بحمل الجنسيه البلجيكيه، لما شافته اول مره قلت لها شو رايك؟ قالت لي هو مثال لما يسمى القوه الهادئه. يعني لا هي تعبير كثير رائع بالفرنساوي لفورس ترانكيل، يعني هذا عنده قوه ضخمه ما بيطح بالشمين وشمال، بياخدها بطريقة انه كيف فيها يفيد كل الناس فيها. هيدا كان رفيق الحري، هيدا اللي قربوا من الديوان الملكي ومن كل السلطات بالعالم، من اليابان الى الولايات المتحدة الى فرنسا الى لندن الى كل دول العالم بدون اي استثناء. كان يقدر يروح على افريقيا عند افقر الدول، وكان يقدر يروح على الدول العربية، ويقدر يروح على 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 اليابان ويستقبلوه بنفس الطريقة مثل ما كان يستقبلوا شراك. مش صحيح انه كانت هو شراك شغلة ساعة يقولوا اشترى شراك وساعة يقولوا كان علاقة مميزة، لا، هي كان علاقته يشرحوا لي كيف عمل مع امبراطور اليابان يلي استقبلوا على الباب. هيدي ظاهرة ما حملها الامبراطور اليابان مع حدا. فكل هيدي دليل على هذه الشخصية المميزة وقدراتها المميزة واللي كانت عم تحطها بمصلحة البلد. هلا هو صحيح قال ما في حدا أكبر من بلده، بس بدنا نعترف للحقيقة رفيق الحريري كان أكبر من لبنان. الناس ما بتعرف يعني حتى من قبل رفيق الحريري بالستينات كان يجوا وقت استقلت سنغافورة اجوا على لبنان ليشوفوا كيف بدهم يشتغلوا، لأن لبنان كان مثال ناجح بالاقتصاد. وأيام رفيق الحريري كان دبي عم تبحث عن المثل اللبناني كيف فيها تطبقه عندها. للأسف هن استفادوا من تجاربنا، ونحن بدل ما نستفيد من تجاربنا غرقنا بمشاكل السلطة. رفيق الحريري كان رجل لبناني لتطور البلد، وإجل بعد المشكلة الكبيرة اللي صارت بعد، أنا برأيي أنه الأطراف كلها بلبنان ما بقى كان عندها مشروع سياسي. رفيق الحريري كان حامل مشروع سياسي، كان حامل مشروع تنموي، مشروع سلام، مشروع دور، مشروع اقتصاد، مشروع على كل المستويات، على طريق المستشفى، على طريق الصحة، على طريق المدارس، على طريق الجامعات. كل هالأمور كان حاملها رفيق الحريري عم يكمل الدور اللبناني. بينما شفنا فيما بعد أنه للأسف ما عاد في لبنان بلبنان غير دور غير فكر سياسي واحد، هو الفكر اللي بيحمله حسن نصر الله اللي بيحاول يستولي على البلد ويضمه إلى المحور اللي بيسميه شرقي، يعني محور طهران، وبين أطراف للأسف كل هم صار كيف هي تتقاسم السلطة بموضوع التعيينات، بموضوع التقاسمات. صار إذا عملنا منطقة اقتصادية خاصة بمرفأ طرابلس لازم نعمل وحدة مثل بالبترون ولا يا غيرة الدين. عم بعطي مثل، وفي أمثال كتير من هالمستوى. إذا عملنا أوتوستراد محل لازم نعمل أوتوستراد محل تاني لو نحن مش بحاجة لإله، وهلما جر بذلك. بينما رفيق الحريري إجا مد التليفون لكل الضياع اللبنانية، مد الكهرباء لكل الضياع اللبنانية، عمر مدارس بكل الأراضي اللبنانية، طور الجامعة اللبنانية، عملها مثال يحتذى، مش بس كجامعة إداريا، كمبنى يعني إسا يوما ما بيتصنف تراثيا. إجا عمل المستشفى رفيق الحريري الجامعي كل الناس، وإجا عمل مطار بيروت. وأنا بذكر هذه المرحلة من رفيق الحريري كان عم يحكي عن مطار بيروت وأنه لازم نعمل مطار لست ملايين مسافر. كانوا يعتبروا أنه هذا جنون عظمة، أنه شو هذا جنون عظمة، شو بدك تعمل؟ اليوم نحن بحاجة لمطار 20 مليون إذا بدنا نأمل إنه لبنان يرجع ينطلق بدوره الاقتصادي والفاعل بالمنطقة. ما إنه يمكن المطلوب ما ينعمل هيك، المطلوب من القوى الفاعل وتحديدا من حزب الله إنه ما يعود لبنان إلى هذا الدول. هذا الفرق الكبير بالمحتوى بالتفكير السياسي. شوف بكل صراحة بعد اتفاق الطائف صار في تفاهم اقليمي انه سوريا بتلعب دور بلبنان، ولكن باتفاق تطبيق اتفاق الطائف انه لازم خلال سنتين تنسحب الجيش السوري للبقاع، وبعدين نتفاوض كلبنانيين مع السوريين لانسحابهم الكامل. السوريين عملوا العكس تماما، اصروا يبقوا بكل لبنان. ورفيق الحريري حاول اذا بدي اقول يسبح بين النقط بالوجود السوري ليحاول يطلع لبنان من الحرب، يعيد الاعمار، يعمل الانماء اللي حكينا عنه. بوقت من الاوقات صارت الرساله السياسيه قويه كثير، يعني بوقت من الاوقات صار رفيق الحريري عم يحمل سياسه
الوحدة الوطنية اللبنانية بكل تفاصيلها. يعني بطل مجرد زعيم سياسي عم يسعى للإنماء وعم يسعى بس للإنماء وللنهوض الاقتصادي، صار له دور فاعل كرمز للوحدة الوطنية، وهذا صار بعد التقارب اللي صار بين إرن شهوان ورفيق الحريري والخلاف الكبير اللي استجد بين رفيق الحريري والنظام السوري لإعادة إصرار على انتخاب إيميل لحود مرة تانية ولأمور أخرى تفصيلية كتيرة مش بس هيك يعني. وبعرف إدي كان رفيق الحريري الله يرحمه شهيد، إدي كان في غصة بقلبه لأنه ولا مرة شعر هو بعداء تجاه سوريا أبدا، كان يعتبر أنه نحن فينا نكمل بعض، بس كان يعتبر مقولته الشهيرة، وبعتقد يوم اللي قال أنا قلت قضية على رفيق الحريري حيقتلوه، قال لبنان لا يحكم من دمشق ولا يحكم ضد دمشق، وبعتقد هيدي مقولة ما انحملت، بس لوحده النظام السوري ما كان بيقدر يعمل هيدي. هذا قرار بيتخذ على مستوى إقليمي، أكيد شاركت فيه القوى الفاعلة إقليميا يعني إيران، وأداة التنفيذ هي حزب الله مثل ما بيّنت المحكمة الدولية بشكل كتير واضح. يعني إذا الناس بتقول المحكمة الدولية ما أدت لنتيجة مش صحيح، المحكمة الدولية سمت مين اللي نفذ الجريمة، شو انتماءاتهم السياسية، ولكن المحكمة الدولية بتكوينها، وهذه نقطة كتير مهمة، بتكوينها بمجلس الأمن، لأنه وقت روسيا هددت أنه بتعمل فيتو إذا ما نعمل هيك، كان ممنوع أن تشير لا إلى دولة ولا إلى تنظيم. فالدور اللبناني الوطني هو اللي أدى أنه يصير في مؤامرة إقليمية ومحلية على رفيق الحريري للانتهاء منه. مش هيك بتصير الأمور. أول شيء رفيق الحريري كان إنسان وطني عروبي، وبالتالي كان ضد إسرائيل، ولعب دور كتير مهم بدعم المقاومة ب96 لما كان في أول اعتداء إسرائيلي ضخم على 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 لبنان بعد 82. ولكن بعتقد إنه هذا شعور وحب من طرف واحد، كان الطرف الآخر عم يشعر إنه رفيق الحريري بيهدده بقوته بوجوده. واللي قال انه كان في محاولة تحالف بال 2005 بين رفيق الحريري وحزب الله، هذا لا اساس لها من الصحة ابدا. انا كنت بهالمرحلة، هذا كلام مش دقيق ابدا. بال 2005 كان رفيق الحريري تحالف مع ارن شهوان وكنا ومع وليد جملاط، وكنا عم نحضر الانتخابات بال 2005 على اساس نتقدم لوائح بكل المناطق اللبنانية تحت عنوان كتير واضح، عنوان لبناني ما له دخل فيه حزب الله ولا شركاء السوريين. وبعتقد هيدي اللي عملت الخطوة الأخيرة اللي قرروا اغتياله، لأنه حسوا أنه بالإحصاءات رفيق الحريري. وحأعطي أمثلة، يعني أول شيء المحكمة الدولية بتقول أنه لما رفيق الحريري إجا على أرنت شهوان على البريستول، ساعتها قرروا يقتلوه. وأيمتى إجا رفيق الحريري على البريستول؟ أخذوا القرار النهائي هو كام يوم قبل اغتياله، لأن وقت البريستول واحد كنت أنا موجود بين الحضور، حتى ما كنت مشارك مباشرة بالبريستول. بالبريستول 2 رحت أنا بدون توجيهات من رفيق الحريري، ولكن بعلمه، هو عرف من الإعلام أنه أنا رايح وما اعترض. بالبريستول 2 بالبريستول وأنا وغطاس خوري بالبريستول 3 صار في عنصر جديد، إجا باسل فليحان. واللي بيعرف شو يعني باسل فليحان، شاب صغير كان أكثر شخص مقرب من رفيق الحريري بعقله بتفكيره بذكائه وبالتزامه بتوجيهات رفيق الحريري. فلما فات باسل فليحان الكل عرفه انه صار رفيق الحريري بتحالف كامل مع البريستول، وساعتها اتخذ القرار. هيك ما ذكرت المحكمة الدولية بدون ما تقول قصة باسل فليحان، بس اذا بنربطها هي تسلسل واضح. حتى بقانون تاني سنة 2005 عفوا، رفيق الحريري ألغى أو طلب من كل ما كانوا يسموا الودائع، ما حأذكرهم، ناس تعرفون ودائع نواب كانوا بكتلته، أنه يتركوا الكتلة. وقتها طلب مني إجي على الكتلة، كانوا التاني 2005، قبل كنت أتعامل معهم بطريقة مباشرة، وكان قال لي أفضل أنت ما تجي على الكتلة لأنه حتى تختلف أنت وياهم، أفضل دل أتعامل أنا وياك بشخصي. بال 2005 لما صار هيك بكانوا التاني جيبهم. فكيف بده يخلي كل حلفائهم السوريين وحلفاء حزب الله من الكتلة وإلهم طلعوا، كيف بده يكون حليف؟ فهذا كلام أريد فيه تشويه تاريخ رفيق الحريري. سنة 2000 صارت شغلة، رفيق الحريري
عمل الزيارة لطرابلس والدنية، قعد 6 ساعات ليقطع 25 كيلومتر من طرابلس للدنية بسبب حجب الحشود اللي كانت مجتمعة من كل الطوائف على الطرقات. أصيب السوري وأصيب حلفائه بالرعب. ومن بعد ذلك كان في مخطط، أنا كنت قريب جدا من رفيق الحريري بهالمرحلة، أنا من مؤسسي تيار المستقبل، أول مكتب تيار المستقبل فتح بلبنان وبالضمية. كنت وكان في مشروع إنه رفيق الحريري بيدروا عكار، كنا عم نحضر له، وفجأة وقف كل شيء، قال لي لا ما فينا نعمل هيك، ما بقى نقدر نعمل هيك. ليش؟ لأنه كانوا يعتبروا إنه أي تمدد لرفيق الحريري بلبنان هو اجتياح سياسي كامل، بدون أي إمكانيات عسكرية، بدون أي ترهيب، وحتى ما في ترغيب، كان في طرح سياسي بناء وعمل متواصل. رفيق الحريري كان يشتغل 18 ساعة بالنهار، يعني والبقاع والجنوب نفس الفكرة، عمل زيارة للبقاع وقتها والجنوب نفس الشيء، إنه ممنوع تطلع برات دائرة بيروت، أنت خليك ببيروت، لأنه حاولوا يحجموه. إذا نحن مننسى أنه بال2000 حاولوا يحجموه حتى ببيروت، نزلوا 3 لوائح، قسموا بيروت 3 شقف، ونزلوا لائحتين ضده ببيروت الثانية والأولى غير التقسيم الحالي، كان بيروت 3 دوائر. رفيق الحريري كان أدهى وأسكى بكتير، رشح بكل المناطق وربح كل نواب بيروت. أكيد في منه هيدا، في منه كتير. يعني أنا بذكر سنة 2000 كنت أنا مع رفيق الحريري، وصار ضغوطات كتير ما حفوت بتفاصيلها، لأن منعوني أو حاولوا يمنعوني أترشح، أنا أصريت، حاولوا يمنعوني فوت بأي لائحة، ركبوا كل اللوائح، وإذا بنتيجة الانتخابات كون انتصار كاسح، الناس ما صوتت لأحمد ففت اللي من جبت أنا 47 ألف صوت بهالدائرة، صوتت لتيار المستقبل لرفيق الحريري. فهذا صار فيه مثل محاسبة هذه، يعني سمعتها من احد الضباط السوريين، كان عم يحكوا بين بعض انه اجوا عم يحاسبوا اللواء مفلح اللي كان بعكار، انه كيف صار هيك، كيف تسمح انت انه بعكار اللي انت مسيطر عليها مهيمن عليها احمد فتفت باسم رفيق الحريري ياخذ 38 الف صوت او 37 الف صوت. قال لهم شو بعمل اذا الفلاح المعتر اذا معه 100 الف ليرة بيروح بيجيب كادر لصوره رفيق الحريري بدل ما يجيب اكل احيانا لاولاده. وهيدي كانت عكار، وما ينظر إلى عكار من الداخل السوري بامتدادات لهلأ، إسا في طموحات وما نستغرب، إسا في طمع سوري بعكار وبطرابلس وبهالمناطق الشمالية إنه هيدي يعتبروها امتداد للساحل السوري. وبالداخل السوري كان نفس الشيء، كان في تعاطف كتير كبير مع رفيق الحريري، رغم رفيق الحريري بالداخل السوري ما دفع قرش، بس كان عم يقدم مشروع سياسي وطني لبناني عروبي مناهض لإسرائيل ولكن منفتح على العالم، يؤمن رسائل لبنان العديدة مثل ما ذكرتها، بالتربية، بالصحة، بالسياحة، بالانفتاح الاقتصادي. وكل هذا كان مزعج جدا لمشروع كان عم ينرسم له من طهران من بعد مجيء الخميني ب79 للتمدد باتجاه البحر المتوسط، ما سمي البعض سموه بالهلال الشيعي، أنا ما بحب سميه بالهلال الشيعي، هذا هلال فارسي، هذا هلال إيراني عم يحاول يمدد كسلطة مسيطرة مهيمنة بهالمنطقة. والسيل المشروع ماشي، يعني ما وقف، وأول واحد بينبه له كان الملك الأردني. بعد وفاة الرئيس الأسد بحزيران سنة 2000، رئيس الحريري كان حديثه أنه نحن جينا شبع سوريا، هذا متعلم بالغرب، هذا منفتح، هذا حنقدر نبني نوع تاني من العلاقات معه. طلعت القصة معكوسة لأنه هيمن أطراف بالداخل السوري على الرئيس بشار، وقادوا السياسة الداخلية واللبنانية بشكل أقصى بكتير مما كانت. الفرق أنه رئيس حافظ الأسد كان إنسان داهية ذكي، يعرف يأمن مصالح سورية ولكن يعرف يعمل توازنات معينة. مع بشار تغير الموضوع، صارت العنف هو الوسيلة، صار القهر هو الوسيلة، صار الضغوطات المباشرة هي الوسيلة المستعملة. ليش صار هيك؟ أنا ما عندي تفاصيل عن الداخل النظام السوري شو طبيعته كيف تطور، وإلا ما كان وصل سوريا للحرب الأهلية للدمار اللي وصلناها.
صح انه في فرق بالعلاقه بين رفيق الحريري وحافظ اسد، لانه حافظ الاسد كان من مستوى مختلف ايضا كمان، انما بشك جدا انه رفيق الحريري كان عنده تعاطي سلبي ببدايه وصول بشار الاسد للحكم. حاول مثل ما حاول مع كل الاطراف انه ينفتح على كلها، مثل عم ينفتح على الغرب عم ينفتح على الكل. كان رفيق الحريري عنده عدو واحد هو اسرائيل، وما عدا ذلك فكان منفتح على كل الناس. إذا بدك بحكي لك قصص من اليوم لبكرة عن كيف كان يستعمل رستم غزالي، خلي أحكي القصص اللي صارت معي أنا. يعني أنا رستم غزالي حاول يحرضني على رفيق الحريري، وكان رفيق الحريري هو اللي يطلب لي مواعيد مع رستم غزالي أو مع غازي كنعان، بس هذه حتى أيام غازي كنعان كانت يحاولوا يعملوا يحرضوك على الرئيس الحريري، وإذا ما مشيت بتحريضهم يعتبروك سلبي. والتحريض كيف بيكون تحريض؟ ما تفكر انه يجي يقول لك المسيح، يقول لك لا انت بس امشي معنا وانت بتعمل وزير وانت بتعمل اللي بدك اياه وانت بتفيد هيك. وسنه ال 2000 ايام غازي كنعان سالني رئيس الحريري باول السنه، قال لي انت بدك ترشح الانتخابات؟ قلت له ايه. قال لي طيب شو رايك، ما لازم تحسن علاقتك مع السوريين؟ انا ما كنت علاقتي سيئه، بس ما كان في علاقه، كنت معتبر انه انا ما كتير الي مرة اعمل علاقة مع العسكر، يعني بكل صراحة انا اشوف انه غير عقلي السياسي المدني ما بيندمج كتير مع العقل العسكري اللي كان سائد. فقلت له اوكي شو بدك انا زوره؟ قال لي انا باخذ لك موعد. بيتصلوا فيني من عند غازي كنعان بيقولوا لي تفضل يوم الفلاني، عرفت انه رئيس الحريري اخذ الموعد. عم بتصل فيه قال لي هلا طلعنا من عنده خدنا لك الموعد، وقال لي روح قل له لغازي كنعان شو ما بيقول لك، قال له اوكي. فانا قلت احسن شيء اسكت. رحت قعدت عند غازي كنعان بذكر شي ساعة 55 دقيقة، 50 دقيقة منهم كلام منه حلو كتير تجاهي وتجاه الرئيس الحريري، وبالآخر وقت اللي بدو ينهن قال لي بس فيني أفهم ليش أنت ماشي ورا شخص؟ رفيق الحريري طالب لي الموعد. فساعتها خربت العلاقة على الآخر. قلت له هيدي قناعتي، وأنا شايف أنه هذا الزلمة حامل مشروع للبلد في مصلحة فيه. فقال لي أنت عم تضيع مستقبلك، أنت شاب وعم تضيع مستقبلك. مش بس وحيد هو اللي قال لي هيك، يعني حتى بلبنان بعضهم اللي كان مسؤول الأمن العام قال لي كمان أنت عم تضيع مستقبلك. لمن لواء جميل السيد، لواء جميل السيد قال لي إياها كمان بتقريبا بعد الانتخابات تبع 2000، قال لي أنت عندك مستقبل ليش عم تضيعه بهالطريقة، بشكل منا ترغيب ومنا تهديد. يعني وهذه كانت مقابلتي الوحيدة مع جميل السيد. فهيدي هي الإشكالية الكبيرة اللي كنا عم نعاني منها. هل رستم غزالي طلب مصاري؟ أنا سمعت هذا الحديث من مقربين من رفيق الحريري، ما سمعته مباشرة من رفيق الحريري. رفيق الحريري ما حيجي إلي يوم السبت، رغم أني أنا كنت من آخر ناس قابلوه التنين صباحا. أنا التنين صباحا تنين اغتياله كنت أنا وياه بالمكتب بالصدفة، ما كان عندي موعد، وصلت على قريتي لأنه كان يفترض كان في اجتماع لنواب البريستول انلغى، ما حدا خبرني، فلقيته لوحده بالمكتب. فعدت أنا وياه حوالي 3/4 ساعة، وكان قدامه كل الصحف السورية اللي فيها تهديد وشتائم عليه. فرجيني هون على 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 المكتب تبعه. الحديث الأساسي كان على انتخابات 2005، كيف بدنا نشتغل، وطلب مني شغلتين، تحديد بعض المواقع كنا نعمل تحالف مني ضمني كيف بده يركب. وقلت له يومتها كان مكلف لي أنا واللواء ريفي أنه نبحث عن شخص لنسميه كشريك بالانتخابات بال2005، وكنا مختلفين عنه اللواء ريفي، كل واحد عنده رأي بالموضوع. فقال لي وين وصلتوا؟ قلت له لا اتفقنا وحيجي اللواء ريفي يبلغك. قال لي بلغني؟ قلت له لا، لأنه رأيي طلع هو اللي أخذ فيه اللواء ريفي، بالآخر فضل هو يقول لك. قال لي طيب ايمتى بده يجي؟ قلت له هلا بيجي الساعه 5، كنا عم نحكي التنين الساعه 9 الصبح. قال لي لا تلفن له يجي هلا، لانه انا الساعه 5 حكون كتير مشغول. تلفنت له اللواء ريفي قال لي انا بتبيه. قلت له الرئيس بده اياك هلا، واجى لعنده بعدين. تاني الموضوع التاني انتقلنا لطرابلس. قال لي بتبلغ الوزير جسر انه نحن قررنا نتحالف مع محمد صفدي بطرابلس. قلت له دولة رئيس هذا الموضوع مهم، ما فيني أنا أبلغه، لازم أنت تبلغه. قال لي عم تحكي صح. مسك التليفون ورن لسمير الجسر وأنا قاعد، قال له إذا بتريد بدي إياك هلأ. قال له أنا بطرابلس. قال له طيب إذا فيك تنزل هلأ بدي أشوفك، إذا ما لحقتني بقريتين انطرني بالإتوال. ولسمير الجسر نطروا بالإتوال،
كل الناس أخذت هاي الصورة على سامي جسر وقف حده قبل ما يطلع بسيارته، اللي مشان هيك فكروا إنه لا سمح الله الوزير جسر استشهد معه، فكروا طلع معه، بس هو كان السبب إنه بده يبلغوا إنه كان في اتفاق مع محمد صفدي انتخابيا بال 2005. فكان مشان هيك الكلام كان كله تحضير، كان رفيق الحريري عم يحضر ليربح انتخابات 2005 بأغلبية كتير كبيرة كانت واضحة جدا بلبنان. أنا بعتقد أنه الشخص اللي كان أقرب واللي بنى هو علاقة راسخة وقدرت طورت البلد وقدرت أدت إلى أخيراً خروج الاحتلال السوري من لبنان هو علاقته المميزة جداً مع البطرق صفير. كان علاقة كتير مميزة وقدر يبنيها تدريجياً، مش بنت بين يوم وتاني، قدر يبنيها تدريجياً مع البطرق صفير، مشان هيك انفتحت أذنة شهوان لي فيما بعد. كان عنده علاقة صعود ونزول مع الرئيس بري، أنا عايشت بمجلس النواب، كان رئيس بري كتير أوقات يشتغل ضده بمجلس النواب، وأنا بعتقد نفس الشيء سيد حسن، ولكن سيد حسن داهي أكتر، كان عم يشتغل على المخفي ليحاول يفشل هذا المشروع الكبير اللي اسمه مشروع رفيق الحريري حتى يقدر يهيمن على البلد. شوف، بدي أحكي عن قصة عزيزة على قلبي كتير، هي قصة التجديد لأميل لحود، لأن الناس ظالمة رفيق الحريري بهالقصة، يعني في ناس تعتبر ضغط على النواب أو ما ضغط على النواب. رفيق الحريري مثل ما قلت لك أنا ما كنت بالكتلة، بلغ الكتلة وبلغني أنا عجل، ما كنت علاقتي فيه مباشرة لسبب أنه ما كان بده ياني يفوت اصطدم ببعض نواب الكتلة اللي كانوا الودائع. وقالنا بتموز الألفين انه بتموز 2004، قالنا بتموز 2004 انه هو اتفق هو السوريين حرفيا ما في تمديد لأميل لحود، بس بدي منكم شغله، ما حدا بقى يجيب سيره التمديد. واستمرينا حوالي 4-5 اسابيع بهالجو لحديت ما بلشت امور التمديد تتظهر. 10 ايام قبل التمديد او جمعتين شفت أنا تصريح لسليمان فرنجية واضح أنه ماشي بالتمديد، فاقتنعت أنه التمديد خلص كان رجع من دمشق، فأنا بعمل تصريح ضد التمديد وضد الصامتين. وكان عندي شغل مع العميد بلعة بالقصر الحكومي، فقال لي ماشي بدنا نشوف رفيق الحريري، تو بيكون زعلان مني هلأ، قال لي لا 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 بدنا نشوفه. بيجي بنطلع لعنده على المكتب، لقي واقف على باب مكتب وهو مصطفى هاشم، بيقول لي فين أفهم شو عم تعمل؟ تقول له دولة الرئيس، كنا صرنا تنان 10 ايام قبل التمديد. تقول له دولة الرئيس عم ريحك على الاخر. قال لي كيف عم تريحني؟ قلت له عم اقول لك انه انا مش حامشي بالتمديد وعم ريحك، عم بهاجم الصامتين، يعني انت فيك تقول للسوري اذا ضغطوا عليك هذا ما بقدر منع عليه بهالموضوع، اخذ موقفه ومشي. طلع فيني قال لي تاكد لا هن حيطلبوا مني ولا انا بمشي بالتمديد. تدحرجت الأمور المعروفة والضغوطات والتهديدات اللي تعرض لها رفيق الحريري لغاية الساعة 5 بمكتبه، ساعة قبل ما نروح على مجلس النواب بدنا نصوت لأميل لحود بالتمديد مع أو ضد. فبيجمعني أنا وفريد مكاري بالجلسة، وهيدي كاتب منها شقفة جورج كاسيني بكتابه. فبيسأل فريد مكاري الله يرحمه، اثنيناتهم الله يرحمه، بيقول له فريد انت شو حتعمل؟ بيقول له دولة الرئيس انا شو ما عملت اسمي مربوط فيك، فبأذيك اذا عملت اي شيء، شو انت حتعمل انا حاعمل. صار يهز براسه، كان حامل ايده مكسوره وكسر الايد من سردينيا، هو قال لي ما كمان له دخل ابدا بشي تعرض له. فقال لي احمد شو حتعمل؟ انا طلعت فيه دولة الرئيس والله بعتذر منك اذا عم بزعجك، انا ما بمشي وانا قلت لك من 10 ايام شو الوضع، بدي اعتذر منك. ومطلع بالشباك ما تطلع فيني، قال لي عم تعتذر مني؟ يا ريت بقدر اكون محلك. انا ساعتها حسيت حدا ضربني خنجر، برمت وطلعت من الباب، طلعت لبرا. بيلقطني وسام الحسن بيقول لي شو رايح تعمل؟ تو رايح سوي الضد؟ قال لي كرمال رفيق الحريري، كرمال رفيق الحريري رايح سوي الضد. وجوا هي جورج كاسيني ذكرها، لان انا ما كنت طلعت من القاعه، بيقول له رفيق الحريري لفريد مكاري، بيقولوا أنا بحياتي ما حسدت حدا، وفعلا ولا مرة شفته عم يحسد حدا، بس هالمرة عم بحسد أحمد فتت قادر ياخد هذا الموقف.
وأنا بعتقد لو كنت محر رفيق الحريري كنت مجبور أخذ الموقف اللي هو أخده، لأنه كنت بعرف أنه إذا أخذت غير موقف يعني تدمر البلد. ففي فرق كتير كبير بالتأكيد بين الواحد يكون نائب قادر عنده حر يأخذ موقف، وبين رئيس حكومة مسؤول بيحملوا مسؤولية دمار البلد إذا هو أخذ موقف. فكان رفيق الحريري غصب عنه مشي بالتمديد بقهر بوجع بألم كتير كبير كنت عم حسه عن رفيق الحريري. هيدي المرحلة بعتقد مش إسا الشعب اللبناني ما بيعرفها مزبوط. تحالف الرباعي كان انه معطى مختلف، كان في قراءة سياسية معممة وانا كنت واحد منهم، وجماعة ابن تشهوان كانوا منهم، وكثير بتيار المستقبل كانوا منهم، كانوا مقتنعين عن خطأ انه المشكلة اسمها الوجود السوري في لبنان، وانه حزب الله بس يطلع السوري من لبنان سيعود الى لبنانيته وسيلعب دوره الكامل كطرف لبناني بالتعاون مع الاطراف الاخرى. هون كنا مخطئين ونحن ارتكبنا خطأ قاتل بالتحالف الرباعي، لأن بالتحالف الرباعي لغينا كل اللبنانيين الصميمين اللي من الطائفة الشيعية. يعني حبيب صادق سنة 2000 أخذ حوالي 100,000 صوت بالجنوب، فجأة خفيناه، كان هو رئيس المؤتمر وقت لبريستول 3، لغيناه من المعادلة السياسية حتى نضل نرضي حزب الله على أمل انه هيدا في مش استدراج، في كان عندنا قناعه انه حزب الله حزب بالنهايه لبناني. وللاسف هيدا نقص بالقراءه السياسيه. من قنع سعد الحريري بهذا التحالف؟ انا قلت لك انه ما سعد الحريري بيتحمل هذا التحالف، كل الاطراف السياسيه كانت مقتنعه انه نحن اذا بنعمل تحالف رباعي، وليد جنبلاط لعب دور كتير كبير، بس بدي اكد انه الاطراف الاخرى ما كانت ضد. يعني لا أرنت شهوان كانت ضد، ولا بتيار المستقبل كان في مجموعة ضد، كان بالعكس عم تقول إنه هيدا هيك منجر حزب الله تجاه. رأينا غلط. البعض بيقول كان يجب التحالف مع العونيين، وبالتالي كان ميشيل عون كظاهرة عائدة إلى لبنان كان حيكون ب14 أزار ويبقى ب14 أزار. شوف ميشيل عون أنا على قناعة طول عمره في دمشق، طول عمره انتمائه للتوجه السوري، عنده قناعة بتحالف الأقليات، عنده قناعة بالعلاقة اللبنانية السورية. ميشيل عون ما رجع على لبنان إلا لأنه عمل تفاهم مع السوريين، وقفوا له كل الأيام الوزير عبدو، وزير العدل عبدو، وقفوا له كل الدعاوى اللي ضده بشغل مخالف للقانون، بيضوا له سجله حتى قدر رجع على لبنان. فميشيل عون ما كان مستعد للتحالف معه أبدا، كان جاي ليلعب الدور اللي لعبه. هو نجح بدوره ودمر البلد، أخذنا على جهنم مثل ما كان هو ناوي، لأنه في خلال داخل هالمنطقة في ناس مؤمنين، للأسف أنا صرت مقتنع أن حزب الله من مؤمنين أيضا بهالنظرية، نظرية تحالف الأقليات، حتى يقدر ينفذها لازم ينلغى الدور الجامع اللبناني، دور المواطنة اللبنانية، دور الميثاقية اللبنانية، الدور اللبناني بالعيش المشترك لازم ينلغى، لازم يدمر الاقتصاد اللبناني. هذا كان مشروع ماشي. فلا اتفاق مع ميشيل عون ما كان، بس ما كنا مضطرين نتحالف حتى مع حزب الله، كنا فينا نعمل معركة انتخابات، وعلى قد حجم ما بنربح فيها بالانتخابات كنا ممكن نربح على المحلات نخسر في بعض المحلات. رغم ذلك ربحنا لوحدنا ك 14 أدار فوق 70 نائب، وحزب الله منعنا انه نعمل اي شيء بهالاكثريه مرتين. شوف هلا يمكن انه اذا بتفسروا بالارقام تقول هذا كلام ضئيل، بس بال 2009 شو؟ بال 2009 زدنا عدد النواب، كان عددنا 70 او 71 بال 2005، صرنا 72 بال 2009 بدون حزب الله ابدا نهائيا. كان 14 إدارة عم تصعد والناس بلشت تقتنع بطرحها، ما كان في أبدا أي مساهمة لحزب الله، بالعكس كان في عنوان ضد الحزب بشكل كتير واضح بال 2009، وجبنا 72 نائب، فإذا الشعب اللبناني كان بمكان آخر. للأسف ضغطوا بعدين ليعدلوا قانون الانتخابات، ليفرضوا نسبية بظل وجود السلاح، ليفرضوا هيمنة معينة، وبغباء بعض القيادات اعتبرت أنه عندها مصالح أنه بتزيد عدد نوابها، هذا هو المهم مش المصلحة الوطنية العليا. فما في أي دور لحزب الله فيما بعد بالأكثرية بال 2005 ما فيني أعرف، لأنه يمكن كمان بدون حزب الله كنا عملنا أكثرية، وأنا على يقين أنه بدون حزب الله، والدليل على ذلك أنه شو دور حزب الله بالشمال بال 2005 جبنا 28 نائب من أصل 28 نائب،
زعامات كبيرة كتير كبيرة بالشمال سقطت بالانتخابات سنة 2005 رغم أنه حزب الله ما كان له دور بالشمال. فأنا لا ما مش مقتنع أبدا. شوف رفيق الحريري بيعرف أنه ما كنت ويرجع عنده أبدا، لا ولا مرة رفيق الحريري انطرحت الفكرة أمامي أو بوجوده، ولا مرة فكرت ميليشيا مسلحة. حتى رفيق الحريري ما كان متحمس أبدا كتير لفكرة الحزب، كنا نحن نضغط، وتحديدا ثلاث أربع أشخاص حسمي لك هون، سمير الجسر، فريد مكاري، مصطفى هاشم، مصطفى علوش، أحمد فسلت، كنا نضغط عليه لنكون تيار المستقبل بالشمال. مش هيك نحن أول ناس كوننا منسقيات ومرجعية منسقية ومنسقية رئيسية بطرابلس وبالمنية وبالضنية وبعكار بصيف 1999. ورفيق الحريري أكيد مشي معنا لأنه كان رفيق الحريري عنده قدرة كتير كبيرة يستوعب حتى الأفكار اللي مش موافق عليها، يقول طيب جربوا وبعدين نشوف شو بيصير. فكان رفيق الحريري مش وارد أبدا يعمل ميليشيا مسلحة. صحيح حاولوا ورطوا لسعد الحريري، وأنا بذكر أنه بإحدى العشوات عند سعد الحريري الخاصة، كنا الساعة 12 بالليل مجموعة صغيرة، انطرح هذا الموضوع على الطاولة عند سعد الحريري، وسعد الحريري كان عم ياخذ آراء الناس، وأنا اعترضت. قلت له دكتور رئيس، إذا زعيم سياسي بينزل ميليشيا على الأرض، بالنهاية زعيم الميليشيا هو اللي بيصير الزعيم. وفي تجارب. مين طرح الموضوع؟ طرحوا ناس كانوا متحمسين. ما بدي يجي سهم موجود. الرئيس الحريري كان متحمس ولا كان لا. بس عم يستشير؟ لا كان عم يستشير، كان عم يستشير ليسمع الآراء اللي صارت. البعض اندفعوا أكثر مما هذا، ولكن بدون ما يكون حقيقة في ميليشيا، ولا مرة تكونت ميليشيا حول سعد الحريري. يعني حتى الشباب اللي تواجدوا بالمكاتب وقت 7 أيار كانوا معهم عصي بس ليحموا المكتب. وجود معنوي سياسي ما كان ولا لحظة أبداً وجود عسكري، لا كان في مخيمات تدريب ولا كان في تسليح ولا كان في شيء. كان صحيح في دعم معنوي، دعم مادي للأمور الصحية، للأمور التربوية، للأمور الإنمائية، بس ما كان في ولا لحظة من اللحظات عمل تنظيمي عسكري. لا بأيام رفيق الحريري كان ولا انطرحت الفكرة، وبأيام سعد الحريري انطرحت فكرة ولكن ما انعملت. لا هذا كلام مهين لسعد الحريري وللسعودية، لا ما له أساس من الصحة أبدا ولا بلحظة من اللحظات. وأنا كنت على علاقة وثيقة يعني مع القيادات السعودية، خاصة الموجودة بلبنان مع السفراء ومع كذا، أقل مع الموجودين بالسعودية، رغم أنه كان في علاقة. ولا مرة سمعت بأي حديث يقارب هذا الموضوع. هذا الموضوع فتنة ولا أساس له من الصحة، لا السعوديين طلبوا ولا سعد الحريري لا قبل ولا رفض. الطلب كان محلي، بعض الأطراف المحلية المتحمسة كانت تعتبر أنه هيك بتقدر هي تعمل شيء، وسعد الحريري ما مشي بالموضوع. قول يا رب.